بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم التناد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الرسل وخلاصة العباد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة بعنوان علو الهمة في بناء الأمة. ونحتاج إلى أن نتفقد أحوالنا وأن نرصد الواقع من حولنا وأن نبحث عن معالم طريقنا. نحتاج إلى أن نتعرف على الأسس التي من خلالها تبنى الأمة. وقد قال علماء الأمة: مراتب الجهاد أربعة، أي مراتب جهاد النفس أربعة، وهي معرفة الحق، المرتبة الأولى معرفة الحق، والثانية اتباع الحق، والثالثة الدعوة إلى الحق، والمرتبة الرابعة الصبر عند معرفة الحق وعند اتباع الحق وعند الدعوة إلى الحق. لو ركزنا فقط في هذه المحاضرة على أن نكون ممن حقق هذه المراتب الأربعة للجهاد، إن شاء الله تعالى سوف يتغير الحال، لأننا نحتاج إلى إرادة التغيير. نحتاج إلى ماذا؟ إرادة التغيير حتى نقوم بإدارة التغيير. حتى نقوم بماذا؟ بإدارة التغيير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكي يكون هناك إدارة للتغيير لابد أن نتعرف على هذه المهمة الأساس، وهي كيف نحقق مراتب الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة خلاصة الخلاصة، ونحن حتى لا نكثر من الكلام نريد أن نركز على الخلاصة. فهذا أبو عبد الله سفيان بن عبد الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذه خلاصة الخلاصة. السائل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة الكلام في الإسلام، والمجيب هو أعلم الناس بالله، وهو أتقى الناس لله، وهو أخشى الناس لله، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدها وانطلق، خذها وانطلق. قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الخلاصة. وفي ورق وزع عليكم اليمين اللي هي الغاية، اللي هي السؤال على لماذا. اللي معاه قلم عندما أتكلم في فقرة تعلم عليها،
هذا تكرار لملخص المحاضرة، الغاية والطريق. عندما نقرأ في كل ركعة من صلاة اهدينا الصراط المستقيم، هذه غاية، هذه آمنت بالله، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه استقم. ثم إيه؟ استقم. الأولية سؤال لماذا، والثانية كيف. لماذا وكيف؟ لو كل واحد فينا سأل نفسه دائما لماذا وكيف، هتحل يعني نسبة كبيرة من مشاكل الأمة. لماذا؟ لأنه كما قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال أئمة الدين: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. أخلصه الإخلاص، سؤال على لماذا، وأصوبه سؤال على كيف. لماذا يحدد الرؤية، وكيف يحدد الرسالة. لماذا النور الذي تبصر به وتمشي به، وكيف الحياة التي تحياها. لماذا الهدى، وكيف النعمة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ايه؟ أنعمت عليهم. لا يكفي أن تهتدي فقط، ولكن بعد أن تهتدي لابد أن تسلك الطريق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وإيه؟ وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهل. مطلوب منا مطلوب يطلب منا هذين الأمران، لابد أن نكون على فهم دقيق لهذه المسألة. كثير من الناس يظن أن الإسلام معارف معلومات ويقف عند هذا الحد ولا يسلك الطريق. فالخلل في الحركة، الخلل في الأمة، الخلل فينا كأفراد، إما أن يكون خلل في التصور أو خلل في الحركة. التصور آمنت بالله، والحركة ثم استقم. ونحن ندعو بهذا الدعاء المشهور: اللهم أرنا الحق حقا. هل نتوقف عند ذلك أم نتبع هذه الرؤية وهذا العلم وهذا الفهم بقولنا وارزقنا إيه؟ اتباعه. هي دي القضية الأساس التي يبنى عليها الأمة، أن نرى الحق حقا أولا، يكون عندنا نور البصيرة، يكون عندنا الرؤية الصحيحة، ثم نتبع الحق. هذا هو منهج القرآن. اسمع إلى قوله تعالى: وأن هذا هي صراطي مستقيما. ماذا قال بعدها القرآن؟ اعملوا مناقشات وندور الحوار والرأي والرأي الآخر، ولما اقتنع والله الكلام ده يعني ما فكر فيه. وماذا قال القرآن؟ وأن هذا الصراط المستقيم يعني إيه بعدها؟ بعدها إيه؟ مش سامع. بعدها إيه؟ فاتبعوه. وأن هذا صراطي مستقيما إيه؟ فاتبعوه. يبقى لازم أشوف، وبعد ما أشوف إيه؟ أنطلق. وبعدين تحذير: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعدين ده مش مزاجك، ذلكم وصاكم به، والعاقبة إيه؟ لعلكم تتقون. أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، لازم تتبعها بإيه؟ صراط الذين إيه؟ عكس الصراط اهدنا عكسها الضلال، وعكس أنعمت عليهم المغضوب عليهم. ربنا قال لك: ولا تتبعوا السبل، وجابها لك في الفتحة، غير المغضوب إيه؟ غير المغضوب عليهم، اللي هم مين؟ عكس مين؟ أنعمت عليهم. ولا الضالين، عكس إيه؟ عكس إيه يا أخوانا؟ اهدينا. القرآن لم يتركك، أنت طلبت والإجابة جات لك على طول. أنت قلت اهدنا، قال لك يلا ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى للمتقين. اللي طلب الهداية فين الهداية؟ في هذا الكتاب. ولم يتركك أيضا،
بين لك من هم المتقون اللي هم سلكوا الطريق. ابدأ بهذه الذين يؤمنون ايه بالغيب. دي قضية التصور، قضية الفهم، قضية العلم، قضية المعرفة، قضية النور. والإيمان بالغيب يأخذ كل مراتب الإيمان، كل أركان الإيمان الستة. إيمان بالغيب أركان الإيمان كام يا أخوانا؟ ستة. وأركان الإيمان كام؟ كم عدد أركان الإسلام وكم عدد أركان الإيمان؟ ستة. إيه هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. دي مراتب، دي أركان الإيمان. أجت كلها في إيه؟ يؤمنون بالغيب. ثم بين تفاصيل قضايا إيمانية وقضايا مرتبطة بالتطبيق العملي. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خلي بالك، أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه؟ الإجابة هو أنت بدأت وقريت أول البقرة. شوف الدائرة هتقفل معاك. قال لك أولئك على إيه؟ هدى من ربهم. وأنت قلت إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال لك اللي ماشي في السكة دي استجيب لدعائه، ده على هدى من ربهم. اللي قال اهدنا هم، وقال لك هو ده اللي اهتدى وما سكتش قرآن. ومن قال ايه؟ وأولئك هم الايه؟ من هم المفلحون؟ اللي هم ايه؟ أنعمت عليه. اللي هم ايه؟ لأن يعني ايه مفلح؟ يعني ينال كل ما يحب وكل ما يطلب، ويوقى كل ما يكره وكل ما يضره. يبقى انت حتى لما بدأت في سورة الفتحة القرآن أعطاك الهداية، القرآن، وأعطاك الطريق، وقال لك في الآخر لو سلكت هذا تكون من الذين ايه؟ ممن هم على هدى من ربهم وهم من المفلحين. يا اخواني انا كتبت ليه هذه الورقة؟ عشان أبين لكم أن هذا مضطرد في القرآن. هذا إيه؟ مضطرد كثير. مثال ذلك مثلا قوله تعالى فمن اتبع هدايا ماذا يحدث له؟ فلا يضل ولا. طيب فلا يضل ليه؟ اهدنا الصراط المستقيم، مش كده ولا إيه؟ ولا يشقى، يعني فهو منعم علي، أنا فهو سعيد. كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لذكرى لمن، إن في ذلك لآية، ها؟ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وإيه ذلك؟ يوم إيه؟ مشهود. ولا وما نؤخره إلا لأجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يبقى عكس شقي إيه؟ سعيد. فلا يضل ولا يشقى. لا يضل فهو مهتد، ولا يشقى فهو إيه؟ سعيد، يعني فهو منعم عليه. هذا الذي يتبع هدى الله. عكس اتباع هدى الله إيه؟ الإعراض عن ذكر الله اللي هو عن الكتاب والسنة أو عن أن يذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري، أن يذكرني أو ذكري يعني الكتاب والسنة. ألا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله إيه؟ معه. وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن له معيشة إيه يا أخوانا؟ ضنكا. عكس إيه؟ ولا يشقى. عكس إيه؟ ولا يشقى. عكس ولا يشقى إيه؟ المعيشة الإيه؟ الضنك والعياذ بالله، النكد. ها؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. عكس إيه؟ عكس يا إخوانا؟ فلا يضل. عكس إيه؟ يبقى يا إما لا يضل يا إما أعمى، يا إما لا يشقى يا إما معيشة إيه؟ ضنكة. يبقى اللي عايز يشوف ما يبقاش أعمى البصيرة وليس أعمى البصر، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى لابد أن يستبصر بنور الله. أين النور وأين الحياة؟
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مادة الحياة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إيه؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى، شوف الحلاوة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. رجع التاني وقال إن هو ده الصراط. يبقى عندك نور وعندك حياة، كيف تحصل على مادة النور ومادة الحياة؟ بماذا يا إخواني؟ أوحينا إليك. بإيه؟ بأوحينا إليك. من غير أوحينا إليك لا عندنا نور ولا عندنا حياة. ولذا قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه. يبقى كان ميت وإيه؟ أحياه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، هي دي الحياة، حياة القلوب مش حياة الأبدان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فإما يا إما أن يعيش المرء في ظلمات وفي موت، وإما أن يكون في نور وفي إيه؟ حياة. ليس له أن يحصل على النور ولا على الحياة إلا بوحي الله عز وجل. فإذا لابد أن نستبصر الطريق من خلال هذا المعنى. الكلام ده خلنا في القرآن كثير جدا جدا. يكفي أن نقول قل آمنت بالله ثم استقم، وخذ تفسير آمنت بالله ثم استقم من آية آيات الاستقامة في سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله إيه؟ ثم استقم. شوف الخير اللي جاي لك، هذا هو. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف من اللي جاي والحزن من اللي فات. لا تخافوا في أمر قادم ولا تحزنوا عن أمر إيه؟ فائت. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف الخير اللي يأتي إليك بعد الإيمان ثم الاستقامة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طب يا عم الشيخ انت قلت لنا ان مراتب الجهاد أربعة، هي فين؟ ما هو الإيمان آمنت بالله ده اللي هي اهدنا الصراط المستقيم، دي قل آمنت بالله. استقم جايب الثلاثة لأن الاستقامة إما في نفسك أو في غيرك، إما أن تستقيم في نفسك أو تكمل في نفسك، وبعد أن تستقيم وتكمل في نفسك تمام الاستقامة وكمال الاستقامة أن يستقيم بك غيرك، أن يستقيم بك إيه؟ غيرك. ولذا لما قلنا إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا بعد ما قلنا معرفة الحق آمنت بالله، قالوا إيه؟ ربنا الله. نمرة اتنين اتباع الحق اللي هو إيه؟ ثم إيه؟ استقاموا. التالتة ماذا قلنا؟ أهي جاي أهي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا أحسن القول. قال الإمام الحسن البصري من أئمة التابعين عن الداعي إلى الله، قال هذا حبيب الله، هذا خير خلق الله، هذا أحب خلق الله إلى الله. لماذا؟ أول شيء أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته.
الأول ألزم نفسه كما قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة في الخير، قدوة في الخير، تكون أنت مثلا كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. هذا ليس من العقل أن أدعو الناس إلى الخير ولا أعمل، لا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا إيه؟ لا يتناهون عن منكر فعلوا، فده يؤدي للعنة. لو أمرنا بمعروف ونهى منكر ووقعنا في المنكر وتركنا المعروف تنزل اللعنة والعياذ بالله. لتأمرن بالمعروف ولا تنهن أو لا تنهون عن منكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعوا فلا يستجاب لكم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه المرتبة رقم كام؟ المرتبة الإيه؟ الثالثة. الأول معرفة الحق، قالوا إيه؟ ربنا الله. ثاني حاجة إيه؟ وهي إيه؟ ثم إيه؟ استقاموا. التالتة الدعوة إلى الحق، ومن أحسن قولا ممن إيه؟ دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طيب الرابعة هي يا إخوانا الصبر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. لازم لازم تصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. طالما في أمر معروف ونهى عن المنكر الوصية اللي بعد كده إيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك إيه؟ من عزم الأمور. يقول الحكيم كن كالشجر تلقى بالحجر فتلقي بأطيب الثمر. يسبك القوم ويستهزئون ويغمزون ويلمزون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني كانوا يضحكون من الذين آمنوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يتمسخر وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار إيه؟ يعني الذين آمنوا يضحكون من الكفار على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فانتبه إلى أنك يمكن أن يستهزأ بك، ممكن أن تتهم، ممكن أن تسب، ممكن أن تؤذى، ولكن عليك أن إيه؟ أن تصبر. لا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا فيما بينك وبين الخلق. طيب والجن؟ ها؟ ربنا قال إيه؟ بعدها؟ ها؟ الآية اللي بعدها؟ ها؟ ماشي حلو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. يبقى أنت عندك الدواء في العلاقة بينك وبين البشر، والعلاقة أيضا لما يجي لك نزغ أو غمز أو همز أو لمز من إبليس. بهذه الطريقة يا إخواني نسعد. وبعدين أما تاخد بالك من قضية فمن اتبع هدايا، فمن اتبع ايه؟ هدايا. ما ايه معنى اتباع الهدى؟ ماذا قال العلماء في اتباع الهدى؟ اتباع الهدى يتلخص في قضيتين، في قضيتين اساس التربية فيها كلها. الاولى التصديق والتانية الالتزام. التصديق اللي هي في الجدول هنا في اليمين اللي معاكم الورق معاكم، وفي الشمال الالتزام. التصديق بالخبر
والالتزام بالأمر، ولا يتم التصديق بالخبر إلا عندما تدفع كل شبهة، أن تقوم بدفع كل شبهة تمنع من كمان هذا التصديق. يبقى خلاصة التصديق في قضيتين: تصديق الخبر ودفع كل شبهة تمنع من كمال هذا إيه؟ التصديق. وخلاصة الالتزام: الالتزام بالأمر ودفع كل شهوة تمنع من كمال هذا الالتزام. فيتلخص موضوع اتباع الهدى في أربع مسائل. في كم مسألة؟ في كم مسألة؟ المسألة الأولى إيه؟ تصديق الخبر. المسألة الثانية دفع كل إيه؟ شبهة تمنع من كمال هذا التصديق. الثالثة الالتزام بالأمر. والرابعة إيه؟ دفع كل إيه؟ شهوة تمنع من كمال هذا الالتزام. الأولى والثانية اليقين، الأولى والثانية إيه؟ والثالثة والرابعة الصبر. يرأينا تلاقي اليقين وإيه؟ والصبر. وتمت كلمة ربك ها صدقا وإيه؟ صدقا في الإخبار وعدلا في الإيه؟ في الأحكام. الفهم والتطبيق، المعرفة والمهارة، العلم والعمل لابد أن يجتمعا كما كان يصنع الصحابة رضي الله عليهم. اسمع ماذا قال الله عز وجل في من اتبع الهدى واكتمل عنده التصديق والالتزام فأصبح من أهل اليقين وأهل الصبر، ماذا قال الله فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون إيه؟ بأمرنا. متى أصبحوا أئمة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذا قالوا أي أئمة الدين قالوا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تنال إيه؟ الإمامة في الدين. وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة أي قدوة يقتدى بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإن كنا نريد أن نقود الأمة فلا بد أن تكون النخبة، أن تكون أئمة. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلنا إيه؟ هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن أردت أن تكون من الهداة المهتدين فلا بد أن تكون من أهل الصبر واليقين، ولا يتأتى لك ذلك إلا باتباع الهدى. إلا بإيه؟ باتباع الهدى. أريد أن أبين مثلا قضية دفع الشبهة أو دفع الشهوة. تعال مثلا في حياتنا الآن، كم منا يقع في مأزق معاه الريموت أو معاه الكيبورد، شغال على الفيسبوك، شغال على تويتر، شغال على النت، بيقلب في القنوات وعمال فاتح قلبه كده، ويدخل عليه الشبهة ويدخل عليه إيه؟ الشهوة بمزاجي. وربنا قال لي في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. إيه تقعد كده وتجيب الشاي والسوداني كده وتتفرج فلان قال وعلان، وعمال في الآخر تقول يا عم الشيخ تمشي بالشارع، عم الشيخ أنا تايه، أنا مش عارف رسم الرجلية، مش عارف الصح من الغلط، والله الحكاية بقت عندي ضلمة، ليه يا عم الشيخ كده يا عم الشيخ؟ هو عم الشيخ هو اللي هيقول لك الحل، الحل في قلبك أنت. قلبك أنت عرضت نفسك للفتن ليه من الأصل؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، أو عودا عودا كعود الحصير.
ده بيقول لك تعرض الفتن، يعني الفتن جاية. لا احنا مش الفتن متعرض علينا، ده انا معرض نفسي للفتن، ده انا رايح لها. ده الاصل ان الفتنة جاية، فانت ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الى اخر الايات. لا ده انا رايح بنفسي على الفيديو كليب، وراح وراح الفيلم، وراح التمثيليه المسرحيه، شهوات شهوات شهوات، وراح اسمع الفجره والفسقه يشككوا في دين ربنا ويشتموا العلماء ويتكلموا في كل حاجه، وكلامهم اكثر باطل، وانا فاتح لهم قلبي، وربنا بيقول لي واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض. ما نفذش كلام ربنا ليه؟ ليه عرضت نفسك للشهوات والشبهات؟ فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. شوف، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وآية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تعقدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري. ها؟ إنكم إذا مثلهم. شوف التهديد، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ليه أنا أجلس في هذا المجلس السيء وربنا بيقول لك أنت احسبها لوحدك؟ شوف ده وصفه كده ولا لا؟ ربنا قال لك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. شوف دول بيذكروا ربنا ومرتبطين، بيقولوا قال الله وقال الرسول، ولا تولوا عن المنهج، وتولوا عن الوحي، وتولوا حتى عن أن يذكروا الله ذكر الله. وربنا قال لك علامتهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور. ثلاث أمراض في أي واحد بيبعد عن المنهج: التعلق بالدنيا للآخرة، التعلق بالشرك للتوحيد، التعلق بالغفلة للذكر. شوف ربنا قال ايه؟ ها؟ وإذا ذكر الله وحده، ده توحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اللي قاعدة دي واللي قاعد ده بيذكر ربنا، بيتكلم في حاجة بتحرك قلبك وتتوجع الى ان تقدر الله حق قدره، ولا بيضيع وقتك وبيلعبوا في مخك وبيشوشوا عليك. زمان كان سياسة الاستعمار فرق تسد، يقولها بالانجلش concrete and conquer او divide and win، قسم واكسب. لقوا الموضوع ده مش كفاية فشغالين علينا في الفترة الأخيرة شوش تسد، شوش تسد، confuse and conquer أو confuse and win، بيشوشر عليك وانت غاوي الشوشرة. طب وبعدين؟ ربنا بيقول لك يا مؤمن يلي عايز تكون إمام وتكون قدوة وتكون متبع للهدى لازم تاخد أسباب الاتباع. من أسباب الاتباع ربنا قال لك ها، ده قال لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك. مع مين؟ مع التلفزيون، مع القنوات، مش عايز أقول اسمهم ولا أسماء الناس دول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وإلا العطب تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا عايزك تمسك الآية دي وتكبرها أو تكتبها كلمة كلمة وتقعد فيها أسبوع. أول حاجة واصبر نفسك، شوف تعملها إزاي دي، واقرأ 20-30 تفسير فيها. ويعني إيه مع الذين يدعون ربهم؟ أدي الذكر. ويعني إيه يريدون وجه؟ أدي التوحيد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي إيه؟
الذكر. الثلاثة دول يا أخوانا أساس البناء وأساس القدوة والاقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش لأي حد، لمين؟ عدوا معايا مين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وإيه؟ وذكر الله كثيرا. في مشكلة في الرؤية، في مشكلة في الحركة، يبقى في مشكلة إما في التوحيد، يا إما في اليوم الآخر، يا إما في الإيه؟ في الذكر. لو تعلقت قلوبنا بهذه المحاور الثلاثة والله تتحل مشاكلنا كلها. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل اللي بيعطلك وكل اللي بيواجهك بيواجهك بسبب الكلام ده، بسبب أنك بتذكر الله وحده يشمئز قلوب هؤلاء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك احذر الفتن، والرسول بيقول لك تعوذوا بالله من الفتن، والرسول يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والرسول يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل الله مصرف القلوب أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. ابحث في القرآن عن أسباب ثبات القلوب. لو أن الوقت يسعى لإديتك دلوقتي بس 20 سبب من القرآن في أسباب التثبيت، هديك 2-3 بسرعة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيه؟ ما نثبت به فؤادك. روح يا أخي لتثبيت الفؤاد، اقرأ قصص الأنبياء والمرسلين، تلك من أنباء الغيب، ها؟ نتلو عليك ما كنت تعلمه أنت لا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. دواء سريع. أما تسمع قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان واحد خيرا لهم، 2 وأشد تثبيتا، وأشد إيه؟ تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراط مستقيم. هذه سبب من أسباب التثبيت، العمل بالموعظة، الحركة بعد التصور، التطبيق بعد الفهم، المهارة بعد الإيه؟ المعرفة. كل الناس في العالم بتتكلم عن المعرفة، ليست المعرفة المجردة ولكن المعرفة التي يعقبها تطبيق. ما حدش بيخش هندسة وما بياخدش، بيروح ياخد محاضرة عند الدكتور بيطلع ياخد سيكشن مع مين؟ مع المعيد. ليه؟ عشان يحل المسائل، عشان يعمل الديزاين، يعمل التصميم، عشان يرسم صح، عشان يطبق صح. محدش يخش الطب إلا لما يخش المشرحة ويعرف كل حاجة في الجثة وبعد كده يشتغل جراح. لازم، مفيش حاجة في العالم إلا الحاجتين دول مع بعض، ثيوري اند ابليكيشن، نظرية وتطبيق، ايديولوجي اند ميثودولوجي. محدش بيعمل غير كده في كل حاجة. الإسلام نفس القضية، الإسلام القرآن، مش هقول دي ايديولوجي أو دي العقيدة، ده فكري. والميثودولوجي مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هي دي اللي قدامك، القرآن والسنة، أو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، أو التوحيد والرسالة، أو الإخلاص والصواب. ما فيش إخلاص إلا لما تكون عبد لله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. ولازم التطبيق العملي. كيف؟ عايز تصلي هتصلي لمين؟ فصلي لمن؟ فصلي لربك إيه؟ وانحر، أي وانحر لربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. خلاص بصلي لله، النسك لله، الذبح لله، الحج لله، طالع حج، أول ما أقول اللهم لبيك بحج أو بعمرة أو بعمرة متمتعا بها الحج، يقول إيه؟ لبيك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حققت التوحيد، حققت الرؤية الصحيحة، حققت الإخلاص. بعدها يأتي إيه؟ الصواب. صلوا كما رأيتموني، هو ده التطبيق.
أدوا عني مناسككم. هو ده التطبيق. لو اشتغلنا الاثنين دول مشاكلنا هتحل. لابد أن نجمع بين العلم والعمل كما كان يصنع الصحابة رضي الله عليهم، كان يحفظون 10 آيات من القرآن فلا يتجاوزونها حتى إيه يعملوا بها. فكنا نتعلم العلم والعمل معا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وإيه وأهله. من هم أهل القرآن بنص هذا الحديث وتعريف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. الكلام واضح. لا أريد أظن أني قد أطلت عليكم وصلت يعني تعديت الساعة 10. سامحوني الإطالة وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. آخر طلب الإخوة طالبين أن أنا أقرأ جزء من سورة الصف بقراءة ورش. اللي موافق يرفع يده. لا يبقى مش موافق يا الناس مش موافق اهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فآمن الطائفة إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا